تطير، لي ما تخرج كلمته موزون يحجرها في ضميرها خير. وناس بكري قالوا فمي مغلوق وقلبي صندوق، وربي من الفوق يخلص الحقوق. وقالوا تاني نكر على العشرة، لا تكلم خلي الزمان يعلم. خلوها ناس الزمان. السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتي مرة أخرى. اليوم غنتلاقاو على واحد الوجبة اللي أنا هي ساف البيت ديالي قبل رمضان، وبغيت نشارك معكم الطريقة ديالي ونتمنى تعجبكم. ولأن لي أنا عندي هاد الأكلة عزيزة فلذلك بغيت نشاركها معكم. يلا السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم كسكس بالحمت الغنمي والقديد الغنمي. حطيت هنا فلفله، البصله، الملحه، البزار، سكينجبير، وهذاك الشيء كله. غنخلي هذا الشيء بشويه زيت العود، وغنضيف من بعد الحمص، ونخلي هذا الشيء ونرويه. انتم معايا. السلام عليكم. نسيت قبيلة درت فيها الخرقوم كذلك وحتى شوية زيت العود، ودابا راها تتقلى. من بعد غنزيد الطماطم، غنزيد الطماطم اللي هي مقطعة، ونزيد هذا هكا المعدنوس والقزبر. أنا دايرة جوج طنجرات، كاينة وحدة أخرى هنا، هادي درتها غير باللحم حيت ولادي ما تيبغوش ياكلو ليا البكير. ف من بعد ما نضيف المواد الباقيه غنوريها لكم. غنزيد الحمص، وغنزيد كما قلت لكم الطماطم والمعدنوس والقزبر اللي ربطتهم بحال هكا. شتيو هكا غنخشيو الطنجره بعد ما تتقلى هي البصله والحم واحد شويه. ودابا بعد اضافه الطماطم والقزبر والمعدنوس اللي في الربيطات، واخا تيبان لكم هكا و هادو هما اللي ضفت، وغنخلي عاوتاني هادشي غيتقلى واحد شويه، وغنزيد عليهم الحمص. ونفس الشيء هنايا راه مطيشه والقزبر والمعدنوس بعد ما طاحت البصله شويه. يلا نتابعوا مع بعضياتنا الكيمياء. دابا غنقوم باضافه بعض الحمص في طنجرتين، وغندير عليهم الكميه. غنخلي هاد الحم يطيب واحد شويه، وغنزيد عليه الماء. هذا كذلك هو مسطر ليها. معلاش البرمة تجيني سهلة باش نديرها بيدينا هكا كيما كانوا. أنا تتعجبني ندير هاد الطريقة، معرفتش علاش. أوكي دابا نخليها طيب ونرجع معكم من بعد ما نوصل النقطة التالية. السلام عليكم. دابا غناخد الكسكس المغربي اوكي، وغنزيد فيه زيت العود ياك تقريبا جوج ثلاثة معالق، وغنزيد فيه شوية الملحة واحد النسبة على حسب نوعية الملحة ديالك. كاين اللي تتكون مالحة، وكاين اللي أنا عندي هاد الكمية يعني مناسبة بالنسبة لهاد الكمية الصغيرة. طبعا المرقه غتكون مالحه، وما دام فيها القديد يعني غتكون فيها ملوحه شويه اكثر. ف تنديروا الزيت باش يساعد السميده تبقى مفرقه وما تعجنش لينا من نضيفوا عليها الماء.
تحكم كان مغطى كل حبة زيت كل مغطى زيان زيان ياك غتكون زيان انا ماشي واعره في الكسكس انا غير نتشاف معكم التجربه ديالي ديال الكسكس فقط انا نسيت يعني هاويه الطبخ ماشي هادي يعني انا عندي واحد الخبره فيها نتمنى تعجبكم واي واحد اللي عنده شي ملاحظه انا تنتقبل اراء الناس وانت واحد ما تولد معلم والحياة والتجارب هي احسن معلم في الحياة دابا وانا يتلقى هادشي راه بنتي تصورني اللي كذلك راه درس ليها هي ان شاء الله حتى هي واحد النهار تعلم دير الكسكس من تبغي صوب تنضيف الماء كمية انا درت تقريبا 600 مليلتر وعلى حسب نوعية السنين والكمية ما تفزقيهاش بزاف عاوتاني تفزقيها باش تشرب لك هذاك الماء وتنفخ الا درتي فيها عاوتاني بزاف راه تقدر تعجل لك انا حاسه بها ومن تنقيتها راه باقا ناشفه شويه فعندي قدره انني نضيف كمية اضافي ديال الماء وطبعا لا تبقاي تسقيها ملي تسبخيها وتسقيها هذاك راه كديرتي على الضوء انا خليها في الجنب هكا تشرب هذا الماء ونيت اللحم ديالي طاب شويه قبل ما نضيف عليه الخضر انا ضفت بقيه الماء نبدا نزيد شويه شتي دابا نخليها بحال هكا ومن بعد شويه غنضيف على واحد الكميه بعد ما نشوف يعني كيفاش هي دابا لا باس بها يعني باينه انها كلها تغطى بالماء وتنحس بها نبدا نزيد فيها شويه الماء غنتسنى غير تشرب هذاك الماء شويه اللي حطيت فيها يلاه نرجع لها بعد هاي دابا البرمه زدت فيها الماء باش اللي كافي ليا باش نزيد الخضره ديالي وكذلك في الطنجره الثانيه حتى هي زدت فيها الماء اللي كافي باش نطيب الخضره اللي غنزيد فيها ودابا غنحط الكسكاس ديالي على البرمه باش تبخر التبخاره الاولى وغنغطي هاد السلوفان اسهل طريقه بالنسبه ليا هي بالسلوفان باش ومع السخونيه راه تتسهل وضع السلوفان اوكي تنخلي تبخر ومن غي تبخر ليا كسكسو غنبدا نحط الخضره ان شاء الله بعد التبخيره الاولى ها هو الكسكس ديالي بعد التفويره الاولى حنسدو اوبس نضيف شيئا من الماء منها يبرد ليا ماشي بزاف بعد التفويره الاولى قمت باضافه بعض الماء شويه زيت العود وتذوقت الحبات ديال السميده واش فيهم بكفايه الملح بالكفايه باخذ اعتبار ان المرقه ديالي راها فيها الملحه ولانها فيها الديد فحاولت نوضع هذا الملحه المناسبه في الكسكس ورجعته ثاني يتفور حيت غنفورو ثلاثه المرات
اوكي بنات هذا هو الكسكس بالماء، دخل فيه الماء اللي خشيت فيه حطيت فيه دابا ندوزو بين يديا باش ما يتكورش ليا صافي، وغنحطو في الكسكاس باش يتبخر ان شاء الله. اصبري تحلي وتحطي زين تبقى دي هكا متاكدي ما فيش كويرات، بقيت شي كويره حليها ثاني وقاد الكسيكس ديالك باش يخرج مزيان ما نكمرش. صافي هذا بحال هكا تزت تكملي الكسيكسو فلوكس كان هادي التفويره الثانيه هي راسالات ودابا صفكم عاوتاني زدت فيه شويه الماء شويه الملح دقتو نقص فيه الملح زدت فيه شويه زيت العود زدت فيه شويه الماء كما قلت لكم وغنحلو عاوتاني وغنرجعو الكسكاس باش يطيب المره الثالثه التفويره الثالثه. بعد ما نحطو التفويره الثالثه غنضيف هاد الخضر اللي بقاو ليا حيت ما تياخذوش وقت طويل 15 دقيقه راه يكونوا جاهزين بما يتفور هو. المره الثالثه هو راه سخون هذا الكسكس دابا سخون تيحرق في اليدين. اللهم انا نعوذ بك من نار جهنم. حطيت شويه الكسكس بعد ما دورته ثالث مره غنسقي شويه قبل ما نكمل نحط الكسكس كاع باش كله يكون مرق. اوكي دابا غنقوم باضافه الكسكس وإنسان ما يسقط خياله من العين وإنسان ما تسنك مع الوقت شفته وإنسان لو تجعل له القلب قلبين ما يبين بعينه وإذا بان عفته وإنسان لو تجعل له الجسم جسمين تقول ما وفيته ولا مصفته وإنسان عايش في حياته بوجهه وكل وجه له زامه ومعروف شفته فإن شاف منك مصلحة طلع الزين وتقول تورد المحبة قطفته وإن شاف ما بك مصلحة طلع الشيء وخلاك تكره عمرك إنك صدفته
وإنسان وجهه واحد وما له اثنين، والنوع هذا طيب اللي اكتشفته، اللي حشمته تدري بحشمتك وين، وتحس بالتقصير ذا من وصفته. والله خلق، والله فرق والوفادين، والجرح تشعر باليوم نزفته. صح لسانك، صح لسانك. اخواني اخواتي، هذا هو الطبق الاخير ديالنا، نتمنى يكون عجبكم. ردوا لي الراي ديالكم في هذا الكسكس، واش عجبكم، كي جاكم. ان شاء الله ندير اطباق اخرين من اكل اللي باقين انايا ما تقنتهمش مزيان، يعني باقا سنحاول نتقنهم، فغنشارك معكم بعد الوصفات اللي انا بغى نجربهم من المطبخ المغربي، او ممكن مطابخ اخرى عالميه. فردوا لي الراي ديالكم، وممكن تقولوا لي شي وصفه اللي بغيتوني نجربها. طبعا خصها تكون حلال، الا كانت حلال نحاول نديرها. يلا الى فيديو اخر، السلام عليكم وبصحه. رمضان عليكم جميعا، نتمنىكم انكم تدوزوا ايام مزيانه مع عائلتكم، وانكم في صحه جيده. الى فيديو اخر، السلام عليكم. والينا سلام، سلام على من رد السلام، وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام، رب العباد الله الصمد. سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد. سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا. سلام يراقبه وهو يحزم حقائبه، ليهجر رويدا رويدا أراضينا، ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون